وللمزيد حول الأزمة السياسية والإنسانية في سوريا ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم دكتور. طالب لاجئون سوريون فارون من المناطق التي احتلتها ميليشيا باكاكا وواي بي جي، طالبوا العودة إلى مناطقهم. بداية، كيف تصف الأوضاع المعيشية والإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الميليشيا في الحقيقة هي ميليشيا للبيع، ميليشيا للاستخدام، ميليشيا وظيفية. يعني هذه الميليشيا طبعا لها ترتيباتها الداخلية، لا تريد أي ضغط شعبي. إذا لاحظتم نشاط هذه الميليشيا هو نشاط حزبي لمجموعة من الأحزاب، أصلها يعني كلها أو تحوم حول أوجلان وحزب العمال الكردستاني التركي، وهي ترفع صور أوجلان بشكل دائم. تفسير ذلك هي هذه الميليشيا تخشى التيار المستقل الوطني أو غير المحزب. فإذا كان هناك كتلة سكانية هجرت إلى دهوك أو يعني أرغبتها الظروف أن تذهب وتدخل إلى العراق، وأنا أعتقد أن العدد داخل المدن في كردستان العراق وحتى في بغداد العدد أكبر بكثير من 125 ألف في المخيمات. هناك من هو يعني أسوأ حالا ولكن يعيش في المدن في بيوت مكتظة، يشتغل بكل الأعمال يعني اليدوية إلى ما هنالك. هؤلاء ككتلة بشرية مستقلة من المدنيين بين قوسين الكرد من إخواننا الأكراد يشكلون تغيير وتأثير سلبي على سياسة قسد وانتماء قسد وما تريده قسد. وأنا أقول أمر مهم للغاية، قسد تعاملت مع الجميع، يعني هي منافقة بامتياز، وهذا التعبير سياسي ليس فتيمة وإنما هو نفاق سياسي عجيب. يعني قسد تتعاون مع روسيا، نعم. قسد تتعاون مع النظام مباشرة ودائما، نعم. قسد تتعاون مع إيران، نعم. قسد تتعاون مع أمريكا، هذا شيء ظاهر، وأمريكا تتدخل بالقرارات الرئيسية لقسد. فيعني هذا النفاق والتذبذب السياسي والقفز السياسي من مكان إلى آخر عجيب وغريب تستخدمه يعني هذه الميليشيات. طيب دكتور، هنا كيف تمكنت هذه الميليشيات المصنفة إرهابيا من الاستمرار في السيطرة على هذه المناطق؟ يعني أولا السبب أمريكي في الحقيقة، أمريكا لم تدرج هذه الجهة إرهابية وساعدتها، وكل سلاحها أمريكي، بل الأكثر من ذلك أنه الرقابة الجوية والإطراف الجوي والأقمار الصناعية والمعلوماتية التي توفرها أمريكا لهذه الميليشيا هي يعني كثيرة جدا ونعلمها بالتفصيل، يعني حتى من جهة عفرين كانت إلى امتدادها إلى القامشلي. هذا الشريط في الحقيقة، هذا الشريط أرادت أمريكا أن تضغط فيه على تركيا، وهي تفعل ذلك باستمرار، تبقي الجهات الغير موثوقة لها أمريكا، يعني أقصد تحت الضغط. هذا الكيان الشريطي الممتد من الشرق إلى الغرب بشكل شريطي معادي لما حوله، يعني هو معادي في الشمال للأتراك، معادي للكتلة العربية التي هي في الجزيرة والبادية في الجنوب، ولكن يستمر لأنه الدعم الأمريكي أولا والأمريكي ثانيا وحتى الروسي وجهات أخرى تدعم هذا الكيان لأغراض الضغط والوجود، استمرار الوجود في داخل سوريا. والنفط، النفط لدينا هنا كلمة اسمها النفط، يعني أكثر من مليون ونصف برميل يوميا تحت سيطرة قسد وأمريكا، بين قوسين وأمريكا. طيب إضافة إلى النفط دكتور، يعني ذكرت هناك أن قسد تتعاون مع جهات معينة وكثيرة ومنها الأسد وهذه الميليشيات لا سيما، يعني هل تعمل على الخط الحدودي وتستفيد من نشر وتهريب المخدرات مع نظام الأسد؟ شك، هذا أمر مؤكد، أمر مؤكد وقديم قديم، يعني هي تشتغل بهذا الموضوع. على فكرة الحدود بين العراق وبين المناطق الشرق القامشلي والقامشلي هي مفتوحة من فترة طويلة جدا، وحتى يعني قبل الثورة السورية المباركة كان هناك
يعني هيمنة لمهربين بين قوسين أكراد محزبين، وكانوا يعني يستطيعون إيصال ما يريدون من جهة كردستان العراق إلى داخل سوريا والعكس، يستطيعون فعل ذلك طبعا. نعم، اليوم طرأ يعني موضوع في الحراك الشعبي في السويداء، وكذلك إغلاق الطرق والإضراب العام والعصيان المدني، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية والخدمية والأمنية كذلك في السويداء، وهي واحدة من المدن السورية والمحافظات السورية المنكوبة. كيف تقرأ هذا الحراك الشعبي وأثره في إمكانية في يعني إحداث موجة جديدة للثورة السورية؟ يعني أهلنا في السويداء هم جزء طبعا من شعبنا السوري، ولكن حراكهم كان دائما ينتهي، له نهاية يعني مؤقت، يعني هبات هبات هكذا هبة وتذهب. نأمل هذه المرة أن تكون هناك يعني فعلا ثورة حقيقية أو انضمام كامل لهذه المحافظة العزيزة علينا إلى نعم الثورة السورية المباركة. الثورة السورية المباركة ليعلم الجميع وليسمعها مني، هي أفضل يعني شيء حدث لسوريا منذ قرون. يعني لا نستطيع أن نعد بالجوانب التي أنجزتها، ليست ستنجزها إنما أنجزتها هذه الثورة المباركة، ومنها أمور كثيرة جدا. كان على أهل السويداء، وهذه على ما أذكر هذه المرة العاشرة التي ينتفض فيها أهل السويداء، وقتلوا يعني زعماءهم باغتيالات واضحة وراءها النظام، ولكنهم لم يكملوا المشوار. نأمل منهم أن يكملوا المشوار، وكل المحافظات ستقف معهم. لماذا لم يشاركوا عندما كانت كل المحافظات منتفضة وكان النظام في النزع الأخير؟ لكن الجوع اليوم أخرجهم. لا لا، الحرية والكرامة أهم من لقمة الخبز، وهذه الثورة ليست ثورة جياع إنما هي ثورة حرية. نريد الحرية لهذا الشعب العظيم السوري بكل فئاته، ولكن ولذلك نحن نعم ونرجو أن يستمر الحراك وأن يتصاعد وأن يكون هناك خلاص حتى لو في السويداء يعني من هذا النظام. دكتور، ألا ترى أنه تزامن هذا الحراك اليوم مع المحاولات في تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وإرجاعه إلى حضن الجامعة جامعة الدول العربية، ألا ترى أن هناك جرأة كبيرة من الحراك الذي حدث في السويداء؟ يعني أعتقد أن العامل الإقليمي ضعيف في السويداء، ضعيف، يعني هم يعلمون، ليس هم فقط، كل الشعب السوري، العلويون، الدروز، الإسماعيليون، السنة، المسيحيون، كلهم على يقين من فساد هذا النظام. اسمع مني هذه العبارة، نعم هذا النظام أفسد نظام عرفه التاريخ منذ بدء كتابة التاريخ. يعني لدينا تفاصيل، وأرجو أن تفصلوا وأن تخصصوا حلقات لمثل ذلك، لأنه في كل الاتجاهات لوث سوريا نعم وأفسد نعم وسرق وفعل كل ما فعله المفسدون والطغاة في التاريخ كله. يعني عندما نقارنه نحن بالنازي، نقارنه نظلم نعم دكتور، النازيين، حقيقة نظلم النازيين. نشكركم الشكر الجزيل ونعتذر لضيق الوقت. من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.